عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب إدريب. هتكلم النهاردة إن شاء الله على مراجعة سريعة لامتحانات العملي الحاسب الآلي الصف الأول الثانوي الترم الثاني. يلا بينا. أول سؤال معانا هو بيقول لي هنا المطلوب استخدام لغة الفيجوال بيزك دوت نت في إعداد مشروع باسم إيمج لإدراج صورة داخل أداة التحكم بيكتشر بوكس 2 من أداة تحكم أخرى بيكتشر بوكس 1. هنا أنا في هي الأداة ديت طبعا البيكتشر بوكس 1، أنا حاطط فيها صورة خريطة مصر، وهنا بوتون. أنا عاوز لما أضغط على البوتون ده يبدأ إن الصورة ديت تنتسخ وتروح هنا في البيكتشر بوكس 2 اللي عندي ديت، تمام كده؟ طيب هنا عندي أهوت أول حاجة إن أنا ببدأ إن أنا أدرج الأداتين اللي هي أداة البيكتشر بوكس 1 من صندوق الأدوات. طبعا بندرج الأدوات، بدرج أداة بيكتشر بوكس 1 وأداة بيكتشر بوكس 2 هنا، تمام؟ طيب بعد كده ببدأ إن أنا أدخل في الخاصية اللي اسمها إيمج اللي هي خاصية الصور، وأعمل استيراد للصورة اللي هي صورة الخريطة اللي عندي دي. طيب بعد كده بضغط على البوتون أداة من التول بوكس، برضو بضيف أداتين بوتون هوت، بوتون 1 وبوتون 2، وبكتب عليهم الكلام اللي هو موجود هنا. مثلا أنا كتبت كان مكتوب اضغط هنا لنقل الصورة للبيكتشر بوكس 2، هنا سيبتها زي ما هي بيكتشر بوكس 2، تمام؟ طيب ده كده التصميم. بعد كده هبدأ أدخل في البوتون 1 اللي هو مكتوب عليه اضغط هنا لنقل الصورة، وهكتب في الكود اللي قدامنا ده بيكتشر بوكس 2.image اللي هو ديت البيكتشر بوكس 2 ده دوت ايمج اللي هي الخاصيه، هيساوي ايه؟ هيساوي القيمه اللي فوق، يبقى هيساوي بيكتشر بوكس 1 دوت ايمج. تعالوا بقى نبص كده. هنا ادي المشروع هو زي ما حضراتكم شايفين، ادي اداه البيكتشر بوكس. طبعا انا لما اوقف على الاداه بيظهر هنا في البروبرتيز هي بيكتشر بوكس 1، وهنا ادي البوتون. طيب انا كل اللي انا عملته ان انا حضرت البيكتشر بوكس 1 هنا، وزي ما اخذنا في الترم الاولاني جيت هنا على الخاصيه ايمج اهيت، وجيت على الثلاث نقط دول وضغطت، فهنا ظهر من معايا الحته ديت اللي هي السيلكت ريسورس او بس اشوف المصدر، وهنا سيبنا الامر هنا ضغطنا على الامبورت، هنا اسم الصور، هنا ادي من المجلد اللي اسمه بيكتشر خدت الصوره ديت ضغطنا على اوبن، وبعد كده الصوره بتوصل بالشكل دهوت اللي هو شكل غير منتظم. فبننزل على السايز مود هنا كده اللي هو التحجيم بتاعنا، وابدا اختار الامر اللي اسمه ستريتش ايمج، فبيبدا تظهر معانا الصوره بالشكل ايه المتكامل ده كده، تمام. طيب بعد كده انا عاوز انسخ على دي، اخلي اول لما اضغط على البوتون هنا يظهر هنا. طيب هضغط داخل البوتون 1 دهوت دبل كليك، وكتبنا الكود اهوت بيكتشر بوكس 2 دوت ايمج بيساوي بيكتشر بوكس 1 دوت ايمج. طيب نيجي نشغل كده المشروع بتاعنا، او نضغط على اف 5 او من ستارت ديباجنج. اول ما اشغل تمام. طيب اضغط هنا على ادخل خد نسخه من الصوره هنا نزلها عندي ايه تحت، تمام. طيب ترجع على السؤال الثاني، المطلوب استخدام لغه الفيجوال بيزك دوت نت في اعداد مشروع باسم ايمج لادراج صوره داخل اداه التحكم بيكتشر بوكس 1 من ملف مستخدما الاداه اللي اسمها انبوت اي بوكس. انا عاوز ان انا استخدم الاداه اللي اسمها انبوت بوكس. طبعا زي ما احنا شايفين هنا انا عملنا هنا بيكتشر بوكس 1 اهيت، وعملنا هنا كمان البوتون 1 اهوت عشان نبدا نستدعي بيه. طيب هبدا اهوت. اول حاجه الواجهه بتاعت اللي احنا صممناها ازاي؟ جبنا الاداه بيكتشر بوكس زي ما احنا قلنا قبل كده، بنجيب الادوات ايا كانت من التول بوكس، ودرجنا البوتون، وكتبنا الايه النص اللي هو متاهلا بكم او ادخل او زي ما انت عاوز تكتب يعني حسب الايه الامتحان ما جاي. طيب بعد كده هندخل على البوتون لان هو المكان اللي احنا بنكتب فيه الكود البرمجي بتاعي، وهكتب فيه الكود البرمجي بتاعي التالي dim بي از اوبجكت بي اللي هو اللي احنا نرمز اللي هو المتغير بتاعنا از اوبجكت نوع البيان اوبجكت، البي هتساوي انبوت بوكس انتر اي اللي هو قيمه اي ايمج، فايل نيم اللي هو الملف اللي احنا هنجيب منه الصوره بتاعتنا، البيكتشر بوكس 1 دوت ام بيساوي البيكتشر بوكس 1 دوت اللي هي موجوده في الفايل نيم اللي هو ايه في المتغير اللي هيبقى اسمه بي. طيب تعال نشوف كده نفذناها ازاي في العملي. ادي حضرتك كده الواجهه اهيت في فيجوال بيزك اهوت، ادي الاداه بتاعت البيكتشر بوكس، وهنا قلنا قبل كده بندرج من الايمج عادي الصوره، وهذه البوتون هنا كتبنا عليه في التكست هنا. طيب بعد كده هندخل دبل كليك على البوتون او اف 7، هنبدا نكتب اهو قدم بي از اوبجكت، البي بتساوي المتغير بي هيساوي كذا، وهنا البيكتشر بوكس ايمج بتساوي الايمج اللي هي في الفايل نيم بتاعت البي القيمه المتغيره. بعد كده هبدا اعمل ستارت باجن او اف 5، هيبدا يظهر معايا اهوت. طيب هضغط على اهلا بكم، هيبدا يديني هنا يقول لي ايه انتر اي ايمج فايل نيم، انتر اي ايمج فايل نيم ديت هي الرساله اللي احنا هيت اللي احنا قلناها ان هي هتظهر في الانبوت هنا ديت انتر اي ادخل اي الايمج فايل نيم المكان بتاع الفايل نيم. احنا قلنا هنا ايه البي بيساوي اللي هي القيمه المتغيره بتساوي انبوت بوكس، ادي الانبوت بوكس بتاعنا اهو ماله انتر اي دي نص الرساله اللي هي ظهرت اللي هي ايه المحتوى اللي هنا. طيب السؤال اللي بعده اهو،
يقول لي استخدم لغة فيجوال بيزك في إعداد مشروع باسم كذا أمين لإدراج صورة داخل أداة التحكم بيكت شارب بوكس من ملف مستخدم كومبو بوكس. احنا استخدمنا قبل كده البوتون، استخدمنا قبل كده الانبوت بوكس، المرة دي عاوز نستخدم الكومبو بوكس. زي كده النافذة اللي قدامنا دي كده اهيت، عندي اهيت الكومبو بوكس هيظهر بالشكل ده كده، اداة الكومبو، وهبدأ اكتب فيها المسار بتاع الصورة بتاعي او المكان، المسار بالكامل يبدأ اضغط عليها يبدأ ايه يستدعي لي الصورة اللي انا عاوزها. طيب هنا ادي اول حاجة صممنا الواجهة، هتحتوي على البيكتشر بوكس اهيت، قلنا بنضيف البيكتشر بوكس من التول بوكس، وهنضيف كمان الاداة بتاعت الكومبو بوكس عشان ان انا استدعي منها الصورة او الصورة اللي احنا عاوزين نستدعيها. اول ما اكتب الكود بتاعي ده اضغط انتر هيبدأ ايه يدخل. طبعا الكود هينكتب داخل الاداة اسمها ايه الكومبو، هنا ما عنديش بوتن، يبقى هضغط هنا على الكومبو دي دبل كليك واكتب الكود فيها. الكود اهوت معايا، ادي ديم بي از اوبجكت طبعا المتغير بتاعنا، وقلنا هنا البي هنا المرة دي هيبقى بتساوي ايه، هيبقى عبارة عن الكومبو بوكس بتساوي الكومبو بوكس اللي هي كومبو بوكس 1 دوت سيلكتد ايتمز دوت سيلكتد ايتمز. تعال نشوف كده في التطبيق العملي بتاعنا، ادي اهي النافذه بتاعتنا، ادي هنا ديت الاداه كومبو بوكس، طبعا ادي اداه بنضيفها هنا من صندوق الادوات تول بوكس، وهنا ادي البيكشر بوكس، هضغط دبل كليك على اهوت الكومبو بوكس وهبدا اكتب الكود بتاعي اهوت الديم بي از اوبجكت المتغير بتاعنا. طبعا هنا البي بيساوي كومبو بوكس 1 دوت سيلكتد ايتمز، هنا البيكشر بوكس 1 دوت ايمج بيساوي ايمج دوت فروم فايل اي بي اللي هو الملف البي. طيب اضغط هنا على ال F5 او ستارت ديباجنج، ابدا هنا اشوف اللي هو الايه المسار بتاع الصور، اضغط انا احط هنا مسار الصور واضغط انتر يبدا ينفذ معايا. يلا بينا على السؤال اللي بعده. الرابع هو معانا بيقول لي استخدم لغه الفيجوال بيزك في اعداد مشروع باسم ساوند صوت، يعني عاوز يعمل صوت، ادراج ملف صوت داخل اداه تحكم اسمها ويندوز ميديا بلاير وتشغيل مستخدم الانبوت، يعني هو عاوز ان انت تعمل انبوت بوكس اللي هو صندوق الادخال بحيث ان انت تكتب المسار بتاع الصوت وهو يبدا يستدعي مسار الصوت. طيب هنا ادي الفورم بتاعي اهوت عباره عن الميديا بلاير اهوت، وادي البوتن عشان اضغط عليه فيظهر لي الانبوت بوكس اكتب المسار بتاع الصوت. هنا ايه اللي انا عملته، صممت الواجهه، اول حاجه ضفت الاداه بتاعت الميديا بلاير من التول بوكس، طبعا ثاني حاجه ضفت اللي هو البوتن من التول بوكس، هبدا انفذ الكود بتاعي. هنا هنفترض ان عندي المتغير لان انا مش عارف انهي صوت اللي هيدخل، فبالتالي سميته المتغير اكس من نوع الاوبجكت اكس هيساوي انبوت بوكس، وهنا هكتب اللي هو ادخل اللي هو الفايل نيم او اسم الملف اللي هي الصوت اللي انا عاوزه مسار ملف الصوت. هنا الاكس اكس 1 ميديا بلاير 1 دوت يو ار ال اللي هو العنوان بتاعه بيساوي الايه قيمه المتغير، تمام. يبقى طبعا انت ده الكود اللي هو الثلاث سطور دول بعد ما انت بتضيف الاداتين او الادوات اللي هو عاوزهم في السؤال، ده الكود الصغنطه ده هو الكود ده بس الايه المطلوب مني ان انا اكتبه في العملي، بالاضافه ان انا هقول ان انا ضفت الاداه كذا وكذا بس. طيب التطبيق العملي بتاعنا عندي اهوت، ادي الفورم اهوت، طبعا الميديا بلاير ديت انا باجي اضيفها من هنا، في الغالب انت لما بتيجي تدخل في التول بوكس مش بتلاقيها، هي بتبقى في الاخر مش بتلاقيها خالص، فبعمل كليك يمين هنا في التول بوكس واختار الامر اللي اسمه شوز ايتم، شوز ايتم تمام كده، هضغط عليه هيبدا يظهر لي النافذه دلوقتي، هيظهر نافذه التبويب كده في عند الدوت نت فريم ورك، هو بيكون في الدوت نت، انا مش تابي، انا هدخل في الكوم كومبوننتس ديت، كوم كومبوننتس ديت هدخل فيها وهنزل لتحت كده هلاقي فيه ويندوز ميديا بلاير، ديت هيبقى مش عليها علامه صح، انا هحط عليها علامه الصح هتظهر معاك الاداه في التول بوكس تمام كده. طيب هي ظهرت في التول بوكس، ضغطنا عليها وسحبناها وكبرنا بالشكل اللي انا عاوزه، بعد كده ضغطنا هنا على الاداه بلاي هنا اللي هي البوتون بتاعي خلاص. طيب هدخل هنا في البوتون، طبعا طالما عندي بوتون يبقى هدخل فيه اكتب الكود، ادي الكود اهوت الديم اكس از اوبجكت، الاكس دي عباره عن الانبوت بوكس هستدعي فيها المسار، فهنا بقول له ادخل الصوت بتاعي او ملف الصوت الاكس ويندوز ميديا بلاير 1 دوت يو ار ال بيساوي اكس. تعال ننفذ كده، اضغط هنا على الاف 5 او اشغل ستارت ديباجنج، هيبدا يظهر قدامي ادي النموذج بتاعي اهوت، ادي المشروع بتاعي اسم المشروع، وهنا ادي الملف اهوت، مجرد ما اضغط هنا يقول لي هنا دخل الايه ملف اسم ملف الصوت عشان يبدا عمل اوكي يبدا يستدعيه ويشغله. نبدا السؤال اللي بعده. السؤال بيقول المطلوب استخدام لغه الفيجوال بيزك في اعداد مشروع باسم ساوند لادراج ملف الصوت داخل اداه التحكم باستخدام مش الانبوت بقى هنا، لا هنا باستخدام الكومبو بوكس. طيب تعالوا نشوف كده على الواجهه بتاعت النموذج هتبقى بالشكل ده كده، هضيف اداه الكومبو بوكس من التول بوكس طبعا، وهضيف الميديا بلاير من التول بوكس طبعا زي ما قلنا قبل كده، ادي التصميم هدرج الميديا بلاير والكومبو بوكس، وبعدين هبدا اكتب الكود بتاعي اهوت، طبعا الكود هينكتب داخل الاداه كومبو بوكس ديم كي
اللي هو المتغير ايا كان اسمه، يعني المتغير as object اللي هيبقى هيساوي عباره عن ايه، كومبوكس 1 دوت سيلكتد ايتم ال ax ويندوز ميديا بلاير بيساوي دوت يو ار ال العنوان بتاعه بيساوي اللي هو اسم المتغير. طب تعالى نبص كده على الفيجوال، ادي اهو كده ادي الفورم بتاعه، ضفنا هنا من التول بوكس من صندوق الادوات ادي الكومبو بوكس الكومبو ادي كومبو، وضفنا الميديا بلاير زي ما قلنا تحت. بعد كده هتدخل دبل كليك في الكومبو وهضيف ادي الكود هو الدي ام كي از اوبجكت كي بيساوي كومبو بوكس دوت سيلكتد ايتمز ax windows media player dot url بيساوي k. ابدأ اعمل يظهر معايا بالشكل ده اهوت، ادي النافذه بتاعتي ادي هنا ببدا اكتب في الكومبو بوكس اللي هو النوم بتاعي، وهنا طبعا ابدا استدعيه يبدا يشغل بعد كده الفيديو. السؤال اللي بعده هنا هنبدا نتكلم على الفيديو، بيقول لي مطلوب استخدام لغه فيجوال هي اعداد مشروع باسم فيديو لادراج ملف فيديو داخل الويندوز ميديا بلاير وتشغيله مستخدما صندوق الادخال الانبوت بوكس. طيب هعمل الواجهه بتاعتي، ادي الواجهه عباره عن ادي الويندوز ميديا بلاير وهادي البوتن، طبعا عشان اضغط على البوتن يظهر لي الانبوت اكتب فيه اللي انا عاوزه. يبقى هنا انا ضفت ميديا بلاير وضفت بوتن، عندي الكود بتاعي ادي بعلن عن المتغير، المتغير هيساوي الانبوت بوت الانبوت بوكس، وهقول له هنا ادخل الايه اسم الملف بتاعي هنا الاكس ويندوز ميديا بلاير دوت يو ار ال العنوان بيساوي اسم المتغير بتاعي. طيب تعال نبص كده على فيجوال بيزك، ادي هنا ادي الاداه ويندوز ميديا بلاير وادي البوتون بتاعي، ابدا هنا ادخل على البوتون دبل كليك او اف 7 هادم ادي دم في از اوبجكت في انبوت بوكس اندر از ا فيديو فايل نيم هنا ويندوز بلاير دوت يو ار ال بيساوي الفي تات اللي هو المطلوب. ابدا اعمل اف 5 او ستارت باجنج يبدا يشتغل معايا المشروع اهوت، اضغط على بلاي يجي هنا يقول لي ايه دخل الايه الملف. يبقى انا هنا عندي الملف بتاع الكود بتاعي ده المطلوب مني ان انا اعرفه، ادي الكود اهوت. انا ضفت ايه استخدمت ايه الادوات، استخدمت ادتين البلاي البوتون سميته بلاي والويندوز ميديا بلاير بس مش اكتر من كده. السؤال اللي بعده تابع اهوت، هنا بيديني اللي هو الملف بتاع الفيديو اللي احنا اشتغلنا عليه قبل كده، هنا فتح لي اهوت الفورم بيقول لي انت عندك الملف بتاع البلاي، انا عاوزك تضيف عليه بوتون بوتون 2 وتسميه ستوب بحيث ان انت لما تضغط عليه يعمل ايقاف للفيديو اللي انت مشغله. تمام طيب. طيب انا هبدا اضيف طبعا البوتون بس مش هضيف اكتر من بوتون 2 وهكتب عليه بالخاصيه تكست اكتب عليه ستوب. طيب هضيف اللي هو الكود بتاعي، طبعا هنا هستخدم الوسيله اللي اسمها كلوز، يبقى هنا ax windows media player dot 1 dot close بس هو ده الكود بتاعي، ده كود الاغلاق مش اكتر من كده. تعال نبص على كده في التنفيذ اهو معايا اهوت، ادي الواجهه بتاعتي اهيت، انا هنا ضفت بوتون اهوت ومن التكست هنا سميته ستوب، ادخل عليه دبل كليك عملت ايه ax windows media player dot close. طبعا لازم عشان تبقى وثيقه لازم احط ايه اقواس بعديها عشان تتنفس كده، اجي اضغط اشغل F5 او ستارت باجنج هيبدا يظهر معايا اهوت. هبدا هنا طبعا لما اعمل بلاي طبعا كان اي فيديو باك سواء كنا عامله بالانبوت بوكس او الكومبو او ايا كان الوسيله، هنا اول ما اخد واشغل الفيديو اول ما اضغط على ستوب يروح عامل ايه ايقاف لتشغيل الفيديو اللي عندي. تمام بيقول هنا مطلوب استخدام لغه الفيجوال في انشاء مشروع جديد يحتوي على نفس النموذج فيه اداه تحكم واحده اللي هي كومبو بوكس بس، ثم كتبت البرمجه الخاصه بالاعلان عن المتغير اللي هو اسمه دي تي من نوع داتا تيبل والاعلان عن متغيرين الاس كيو ال والفايل باث بوضع بداخلهم اسم ملف قاعده البيانات اللي هي الاكسل داتا دوت اكس ال اس اللي هي ملف اكسل تحتوي على بيانات الدول وجميع وجمله ايه سيلكت. طيب هنا انا عشان ابدا انفذ يبقى انا هضيف بس اللي هي اداه الايه الكومبو بوكس اللي قال عليها، هبدا اكتب الكود بتاعي اللي هو الامرين ديم اللي هو الاعلان عن المتغيرين اللي عندي، ادي ديم دي تي من النوع داتا تيبل، وهنا الفايل باث اللي هو السيكوا او السيكوال من نوع سترينج. نبص كده هقول له ان انا هضيف الاداه اللي انت قلت عليها اللي هي الكومبو. طيب بعد ما ضفنا الكومبو هضغط دبل كليك على الكومبو او F7 وبس هو ده اللي انا هكتبه بس في الكود هو ده اللي هنكتبه ديم دي تي از ا نيو داتا تيبل ديم فايل باث والسيكوال as string هو ده الايه الاجابه بتاعت السؤال. السؤال اللي بعده يبقى احنا كده اول حاجه عملنا ايه اعلان عن المتغيرات. طب هنا بيقول لي استخدم لغه الفيجوال في انشاء مشروع جديد يحتوي على الكومبو وبعدين كتاب الكود الخاص بتخصيص قيمه. طبعا احنا لما بنشتغل على الفيجوال اول حاجه بعمل اعلان المتغير، تاني خطوه بعمل تخصيص قيمه للمتغيرات. احنا كنا اعلنا من شويه عن اللي هو السيكوال والايه الفايل باث من شويه، هو هنا بيقول لي خصص لهم قيمه على ان تكون اسم ملف قاعده البيانات الموجوده في وسيط التخزين اللي هي اللي هتحط عليها ملف الاكسل اكسل داتا دوت اكس ال اس
على ان تكون استدعاء اسماء القرارات الموجوده داخل ورقه العمل اللي هي شيت 1. طيب هنعمل ايه؟ كل اللي احنا هنعمل ان هو في عندي الكومبو هو اساسا كان موجود، احنا هنكمل عليه بس، وهندخل على الكومبو هنعمل اللي هو ايه الامر اللي معانا ده اللي هو عشان نعمل استدعاء ليه. طيب تعال نبص كده على الفيديو. ادي هنا اهوت، ادي كومبو اهو، بس ادي اديت كومبو، دبل كليك على الكومبو. هنا اهوت كنا عملنا من شويه اللي هو الاعلان عن المتغيرات، حتى كان المتغير الفايل والباس والاس كيو ال كان عليهم تحتهم خط، بمعنى هو مش عارف دي ايه. هنا لما جينا عرفناهم بدا يشيل من هنا الخط. هنا طبعا بقول له الفايل باس عباره عن ملف الاكسل اللي اهوت اكس ال اس. هنا الاس كيو ال سيلكت القاره فروم اي شيت 1، هنا مش لسه بيتعرف على فين الايه الملف بتاع الاكسل، تمام كده. طيب يبقى دي بس خطوتين التخصيص، يبقى الفايل بص اهوت اكسل داتا دوت اكس ال اس، طبعا بنحط من على التخصيص اس كيو ال سيلكت ادي القاره فروم شيت، هنا واقفل الايه تمام. ندخل على السؤال اللي بعده. فتح نافذه الكود الخاصه بنافذه النموذج فورم 1 والاعلان عن الداله اللي اسمها جيت داتا فروم اكسل شيت، بعدها اتنين وسط هما فريم بص الاس كيو ال، يمثل مسار ملف الاكسل الجمله التي من خلالها سوف يستلم على البيانات من ملف الاكسل، وتعود الداله بقيمه، طبعا الداله بتعود بقيمه اللي اسمها ايه داتا تيبل، عباره عن جدول في ذاكره الكمبيوتر. ماشي. طيب هنا كل اللي هنعمله ان هنحتاج الكود البرمجي معانا، احنا كان عند الكومب بتاعتنا، وهنبدا نكتب اللي هو ايه الفانكشن اهيت الداله بتاعتي عشان اعلن على الوسايط اللي هي فايل بوست سترنج والاس كيو ال سترنج as data table. ادي هنا نوع القيمة الراجعة بتاعتي، وهنا end function اللي هو بداية الدالة ونهاية الدالة. تعال نبص على الفيجوال. المطلوب مني هنا كده هو بس ان انا هكتب الكود دوت function get data from excel sheet file بين قوسين اهوت اللي هو المتغيرين اللي انا بعلن عنهم file post او الوسايط as string و sql as string، دي الوسايط بتاعتي as data table. data table ديت ان هي نوع القيمة الراجعة بتاعتي. السؤال 11 والاخير معانا. هنا بيقول لي قم بفتح نافذه الكود الخاصه ونافذه الفورم 1 والاعلان عن المتغير اللي هو دي من نوع الداتا تيبل، ثم تخصيص ناتج القيمه الراجعه اللي هو جيت داتا فروم اكسل شيت، بعد اعطاء مسار الملف في الاكسل اللي هو اللي احنا حاطين فيه قاعده بيانات، وجمله الاستلام اس كيو ال التي من خلالها يتم الحصول على اسماء القرارات من الجدول. طيب دي عباره عن ايه؟ عباره عن كودين فقط لا غير. هنفتح اللي هو نافذه الكود وهكتب اللي هو اول حاجه اللي هو الاعلان عن المتغير اللي اسمه دي تي اللي هو من نوع القيمه الراجعه بتاعته الداتا تيبل اللي احنا قلنا عليها قبل كده واعلنا عنه اصلا قبل كده. طيب بعد كده هنبدا ان احنا ايه نتخصص القيمه اللي هو عاوز يبعث عنها اللي هو اعطاء مسار الملف الاكسل، فهجي اقول دي تي بتساوي جيت داتا فروم اكسل شيت اللي هو الملف الشيت بتاعي. طيب هنا وابدا اعمل المسار بتاعي اللي هو سي دوت ال سلاش اطلس تيبل دوت شيت دوت اكس ال اس دوت كوما سيلكت القاره فروم شيت 1 وعلامه الدوله طبعا عشان متغيره، واعمل ايه علامه التنصيص واقفل القوس. تعال نبص كده على الملف في الفيجوال. ادي اهوت الكودين بتاعي، ادي هنا كود الاعلان عن المتغير الدي تي از نيو داتا تيبل القيمه الراجعه بتاعتي. هنا انا الدي تي عباره عن الجيت داتا فروم اكسل شيت، وهنا ادي المسار بتاعي اللي انا عاين عنه ملف الاكسل بتاعي. هنا سيلكت حدد لي القاره اللي هي موجوده في فروم شيت 1. اتمنى ازعاج حضراتكم الفيديو. طبعا انت كل اللي احنا قلناه كل الاسئله، انت كل اللي انت هتيجي تعمله في العمل بالظبط ان انت هتقول له انا هستخدم الاداه رقم كذا والاداه رقم كذا، وجبت الادوات دولت من صندوق الادوات اللي اسمه ايه التول بوكس ده، يبقى جبت الادواتين اللي انت قلت لهم في السؤال، انا هاخدهم من السؤال واقول له انا جبته من الايه صندوق الادوات اللي اسمه تول بوكس. طيب بعد كده هنكتب الكود حسب كل ايه سؤال احنا كان يعني عند السؤال ده، هو الكودين دول بس على كده، هو ده خلاص كده ايه النتيجه. عاوز ازود اقول له اضغط على F5 عشان اشغل المشروع بتاعي بس، مش اكتر من كده. اتمنى ازعاج حضراتكم الفيديو، ما تاخدش علينا بالاعجاب واشتراك معانا في القناه وتفعيل زر الجرس لتصلكم منه كل جديد. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بالتوفيق والنجاح ان شاء الله.